وبكده نكون خلصنا عندنا المستخدمين وتعديل كلمة السر والحسابات والقيود اليومية والترحيل اليومية العامة دفتر الأستاذ ميزان المراجعة قائمة الدخل قائمة المركز المالي. فضل عندنا نعمل الآلة الحاسبة والباك أب ونقفل البرنامج بشكل نهائي. طبعا الجزء ده لسه مستعملناش في أي حاجة اللي هو الصلاحيات، فالوقت نبدأ بالآلة الحاسبة والباك أب. مش هنخش في معادلات كتير ولا هنعمل معادلات كتير، في معادلات جاهزة للباك أب، نموذجين جاهزين للباك أب والآلة الحاسبة، هنعمل لهم استيراد ونربطهم بس بالنموذج ده، يبقى مش هنعمل حاجة كتير. من ملف استيراد نبدأ نحدد المكان اللي فيه الملف، لو عايز تاخدهم انت ممكن تاخدهم تحطهم في اي برنامج جديد تعمله هيبقوا جاهزين معاك. الباك اب هناخد النموذج والوحدة النمطية، ونستورد كمان الآلة الحاسبة نموذج ووحدة نمطية. موافق. ونبدأ نربط دول بأماكن. الباك اب ونعمله عند الحدث ونحط اسم النموذج حابب تفتح المعادلات تعرف معملها ازاي، موجودة المعادلات ممكن تفتحها، لكن ما انصحش بفتح المعادلات حاجات كبيرة، ومادام ممكن نعمل حاجة بشكل اسهل لأن ده مش مجالنا في الأصل. نفتح البرنامج تاني نفتح الآلة الحاسبة، ظهرت معانا آلة حاسبة ممكن نعمل عليها كل العمليات، ولو عايزين ناخد نسخة من البرنامج نفتح الباك اب، نتك على الباك اب، هل تريد عمل نسخة احتياطية؟ اوكي. نحدد المكان اللي النسخة هتقعد عليه، مثلا نحطها على سطح المكتب. اوكي. تعالي نشوف سطح المكتب دلوقتي. نبدأ بقى نشوف الحاجة التانية، نبدأ نشوف الصلاحيات اللي اتكلمنا عليها في الأول، المستخدمين دي الصلاحيات، هنشوف أول واحد المستخدمين اللي هو يوزر،
معنى ان في علامة صح يعني سالب واحد، يعني القيمة سالب واحد. ما فيش علامة صح يبقى القيمة صفر. اوكي، احنا هنعمل هنا معادلة اف عادية، مستخدمين عند الحدث هنعمل قبل الموضوع ده معادلة اف، يبقى اف لو خلية ساوت صفر يعني غير مسموح له، يعمل زن else end if else end if. تعال نجيب الرسالة اللي اتعرض. أول حاجة نجيب لو يوزر نشوف كده. لما يكون ليس لديه الصلاحية ثبت مستخدمين يعني ليس لديك الصلاحية. نعمل الموضوع ده على باقي الحسابات، طبعا الكل بيبقى ليه صلاحية تعديل كلمة السر الخاصة بيه، لاحظ ان هي مش مدرجة. الحسابات نشوف شغلها بشكل نهائي. ده طبعا عشان المستخدم ده ملوش اي صلاحية. نبدأ نخفي الجزء ده نهائي.
هيكون شكل البرنامج لما يفتح كده. طيب خلينا نخلي البرنامج لما يفتح يكون بالشكل الكبير، بشكل اعرض. لو عايزينه بالشكل ده ممكن نخليه بشكل اعرض. يكون البرنامج من الشاشة. حاول نوسطن المجموعة. دلوقتي عايزين نقفل، نبدأ نقفل البرنامج، بس هيكون عندنا ايه خطوة في الأول. في هنا نعمل نموذج يوزر، فتا عايزين نحط شرط في النموذج التاني هنا، بحيث ان لو ما فيش يوزر طبعا مش هيعرف يفتح النموذج التالت، هيفتح النموذج الاولاني. عايزين نحط شرط ان في حالة ما فيش يوزر يفتح النموذج، ما فيش اي يوزر مضاف على البرنامج يفتح النموذج التاني. اوكي، شايفين الرقم المعرفي، وبعدين نمسح كل اليوزر. نضيف على النموذج الثاني هنا، نموذج فرعي، نسميه W1، والمصدر بتاعه يوزر 5،
ونسميه N3. W1 الرقم المعرفي يبقى في حالة ما يكون ده فراغ يبقى هنزود F في حالة عدم وجود مستخدمين هيفتح على طول المستخدم إضافة مستخدم جديد، ودلوقتي مفيش مستخدمين عزفت كل المستخدمين. في حالة ما ضغط موافق يفتح مستخدم جديد على طول. طب تعالى نضيف مستخدم جديد وليكن سيد. ظهر هنا رقم، بس كده مش هيفتح، هيفتح معايا البرنامج مش هيفتح حاجة تاني. نرجع تاني عاوزين نعمل زر إغلاق للبرنامج، أو حتى على الأقل نرجع بدل ما كان نمط الحدود بلا. خليه يمكن تغييره عشان يكون عندنا زر الإغلاق. اوكي، في حاجة برضك هنا نسيتها لازم نفكر ننوه عليها. تعال نروح كده في اسم المستخدمين، في المستخدمين الوقت لو واحد معاه صلاحية الدخول للمستخدمين ممكن يعدل كلمة سر بتاع مستخدم غيره، لكن دي احنا عايزين نلغيها. نيجي في المستخدمين نخلي كلمة السر القيمة الافتراضية بتساوي 0. اوكي، وفي نموذج رقم 1 خلي كلمة السر عدم تمكين، تمكين نخليها لا. يبقى في حالة ما هو فتح كلمة السر هو بيعرف ان كلمة السر الافتراضية، بالتالي كلمة سر 0، لكن ما يعرفش يعدل. فان مستخدم ان دخل كلمة السر بتاعته ما يعرفش المستخدم التاني يعدل. كل اللي ممكن يعرفه هو هي كام حرف بس، ودي للأمان. دلوقتي نعمل حاجة مهمة برضك، بدء التشغيل. نركز مع بعض. عنوان التطبيق برنامج تدريبي،
لو عايزين نحط صورة للبرنامج تظهر مكان الرمز اللي بيظهر هنا، تظهر مع الرمز تحت، نحطها من هنا. اسم النموذج اللي بيفتح اول البرنامج ما يفتح كده، خلاص مش هنفتح، هنبدأ يخش كمستخدمين. مش اسم النموذج، ونبدأ نشيل جزء الانتقال ونشيل علم السماح. علم السماح لو عايزين نموذج الشريط مختصر يتحط من هنا، او شريط قوائم يتحط من هنا. دول بيتعمل اسهل في 2003، نعملهم في مرة تانية ان شاء الله. نقفل البرنامج، نحاول نفتح ونفتح ونفتح. ما تفتح البرنامج خلاص، نسينا نشيل الخلية دي، نخليها مخفي. نعمل خيارات، تمكين، اسم المستخدم سيد، البرنامج يفتح معانا بالشكل ده. حتى ما نصغره جزء المهام اللي كنا بنطلع منه مش موجود. طبعا دي ممكن نخترقها بالضغط على شيفت، يعني لو ضغطنا على شيفت بنخترق الحماية دي. الضغط باستمرار على شيفت وقت الموافقة على الخيارات بيتم اختراق الحماية. هنعمل دلوقتي نموذج هنستورده هيلغي موضوع الاختراق ده. وكمان موضوع الجداول الاستعلامات وإخفائها وتأمينها، وإخفاء وتأمين المعادلات اللي كنا بنعملها، اللي هي فتح النموذج وإغلاق النموذج. هنعمل استيراد للنموذج اللي بيعمل المواضيع دي، استيراد من ملف، استيراد اكسس، استعراض. نموذج بس واسم شيفت. ظهر معانا النموذج. نضغط على تمكين و هنا إلغاء الشيفت. سيتم إيقاف الشيفت. تم إيقاف الشيفت. تمكين الشيفت عشان لو حابين ندخل على البرنامج تاني. وهنا إخفاء جميع جداول الاستعلامات. لاحظ إن ما عادش في حاجة اسمها جدول أو استعلام موجود عندنا، كله تم إخفاءه. وظهر الجداول الاستعلامات، هتظهر بس بعد ما نقفل ونفتح. دلوقتي نتأكد إن شيفت ممكن عشان نعرف نخش على البرنامج. يبقى القايمة دي أو النموذج ده عاوزين ندخل عليه في حال كتابة اسم المستخدم وكلمة سر محددين مش هيعرفهم غير مصمم البرنامج. يبقى مصمم البرنامج بيعمل اسم المستخدم ليه وكلمة سر، ما بيضيفهمش في المستخدمين، بيكون عارفهم هو في دماغه. يعني انا العامل مفيش احسن منه. هنفتح النموذج بتاع المستخدمين. هنقول اف ان واحد ساوت
2 سوا زين. نعمل ان دي اف زيادة بالنسبة لي هعمل لو ان 1 يساوي تسيب وان 2 يساوي دورة تصميم برامج. ساوت من 1 ل 9 يعمل 200 يبقى اسم المستخدم سيد وكلمة السر من 1 ل 9 هيفتح نموذج الشفت. نجرب طب نلغي دي كمان نلغي نعمل دي مخفي الجزء ده مخفي بعمل اسم المستخدم سيد كلمة السر من 1 ل 9 طيب نعمل إلغاء عمل الشير وإخفاء الجداول للاستعلامات ونقفل البرنامج نحاول نفتح البرنامج تاني ونضغط على الشيفت عشان نحاول نخترق الحماية بتاعت ابدأ بدأ تشغيل مظهرش اي حاجة يبقى كده تم تأمين البرنامج. أنا حولت البرنامج لامتداد 2003 عشان نعمل شريط قوائم جديد نسميه برنامج حسابات ونخلي خصائصه
وهنحط فيه مجموعة من الأوامر. من هنا بنجيب الأوامر، بعدين نحط الأوامر نحطها في الشريط. أنا كده عملت شريط قوائم. دلوقتي نضيف شريط القوائم اللي احنا عملناه على البرنامج. وبكده تم الانتهاء من البرنامج النهائي. نفتح البرنامج حتى مع الضغط شيفت عند موافقة التأمين، ما بيفتحش البرنامج من الداخل. دخلت اسم المستخدم وكلمة السر، عندنا المستخدمين، إضافة مستخدم جديد، تعديل كلمة السر، إضافة حسابات، دفتر قيد اليومية، الترحيل، اليومية العامة، حساب الأستاذ، ميزان المراجعة، قائمة الدخل، المركز المالي، وآلة حاسبة، وأخذ نسخة باك أب من البرنامج. كده البرنامج خلص ويتسلم للمستخدم بشكل نهائي. كده احنا عملنا اول برنامج لينا، برنامج حسابات. دلوقتي انا هفك الحماية وهرجع البرنامج تاني زي ما كان عشان تعرفوا تدخلوا عليه من جديد.